وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، تأليف الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. نحن الآن في أواخر العام العاشر الهجري، في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة حج بالناس، وخرج لا يريد إلا الحج، وساق معه هديا، وبعض الصحابة ساقوا معهم هدي، والهدي هو ما يذبح في الكعبة، محله يعني محل ذبح البيت العتيق. فالنبي ساق معه حوالي 60 أو 63 بدنة، واكتملت 100 في مكة بما جاء به سيدنا علي بن أبي طالب من اليمن وقابل النبي به. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق لما قاربوا مكة قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، يعني يعمل عمرة يتمتع بها للحج، يبقى اسمه متمتع، يعني يبدأ بالعمرة يحرم بنية العمرة في أشهر الحج، ويطوف ويسعى ويقصر شعره أو يحلقه، ثم بعد ذلك يلبس ثيابه المعتادة ويعيش حياته الطبيعية حتى يوم 8 ذو الحجة، يحرم من باب بيته أو مكانه في مكة وينطلق إلى منى. يبقى ده اسمه متمتع، والمتمتع عليه هدي. النبي قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة متمتعا به للحج. النبي كان ساق هديا، وبالتالي النبي لم يفسخ حجته إلى عمرة. وقال للزوجات، وكان معه النبي زوجاته، إن هم يفسخوها إلى عمرة. سيدتنا عائشة عند سرف، في منطقة سرف، حاضت، فدخل علي النبي. سرف دي يعني على بعد 10 كيلو من مكة تقريبا، يعني بعد ما قاربوا، اللي هي المنطقة اللي فيها قبر سيدتنا ميمونة بنت الحارث زوجة النبي أم المؤمنين، وهي نفس المنطقة اللي بنى بها النبي على سيدتنا ميمونة أيضا وتزوجها فيها، فهي أوصت أنها تدفن في مكان دخول النبي بها. فالمهم، سيدتنا عائشة دخل النبي عليها وجدها تبكي، فقال: أنفستي أو أنفستي، يعني حطي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بناتي حواء، يعني ده شيء قدر الله عليك، ما تزعليش من قدر الله، ارضي بقدر الله، ما تزعليش. فحيضتها منعتها من انها تعمل عمرة مع باقي امهات المؤمنين، ليه؟ لان خلاص مش هتعرف تطوف. فاستمرت على على نية الحج، والنبي لما قارب مكة أدخل معها نية العمرة، فصار قارنا، فصار قارن، قرن حجته مع عمرته صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا بقى الحج ليه ثلاث طرق: انك تفرد النية بالحج، ولا تحلق رأسك إلا بعد ما تنتهي من رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر من أعمال الحج، وبعد كده تبقى حبيت تعمل عمرة بعديها اعمل، ما تعملش، انت حر. ده يسموه حج مفرد او افراد، لانه افرد نيته بنسك واحد وهو الحج. والمفرد لا هدي عليه الا ان يتطوع، يعني افرد لا هدي عليك لكن حبيت تتطوع انت حر. وفي نوع تاني من الحج اللي هو التمتع، انه هو يبدأ بالعمرة متمتعا بأهل الحج، كويس، وده برضو عليه مع ده عليه هدي. وفي القارن اللي هو في إحرام واحد يعمل أعمال الحج والعمرة في إحرام واحد، يبقى ليس يسموه قارن. النبي صلى الله عليه وسلم
بدأ مفردا وانتهى قارنا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة متمتعا بها الحج لولا أني سقت الهدي. اللي منع النبي سوق الهدي. أي صور الحج أفضل؟ لأنها كلها جائزة. اختلف بقى الفقهاء أي صور الحج أفضل، فذهب المالكية إلى أن التمتع أفضل، لأن التمتع النبي يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تمتعت بها إلى الحج. يبقى كأن النبي كان يريد أن يفعل ذلك، إلا أن الله أراد له أن يكون على هذه الحال بسبب سوق الهدي. فذهب المالكية إلى أن التمتع أفضل لهذا، وذهب الشافعية إلى أن الإفراد أفضل، لأن الإفراد هو أول نية النبي، والنبي نوى مفردا، والمفرد لا يحتاج لهدي لأن عبادته كاملة. اللي بيحتاج هدي دليل أن في نقص في العباد فجبرها بالهدي، فالإفراد هي أكمل النوايا بدليل استغنائها عن الهدي، لأن الهدي يكون لجبر خلل ما. فهمت؟ فذهب الشافعي إلى أن الإفراد أفضل، وذهب الأحناف إلى أن القران أفضل، لأن النبي آل أمره إلى القران، ولا يول أمر النبي إلا إلى الأفضل. كويس؟ وعلى شكلنا النبي جبر خاطر كل الحجاج، اللي هيحج متمتع يبقى مبسوط وفرحان لأن دي أفضل صورة عند بعض المذاهب، واللي هيحج إفراد يبقى فرحان برضو ودي أفضل صورة عند الشافعية، واللي يحج قارن فيطمئن ويقول ما هو النبي كان قارنا ودي أفضل صورة. يبقى سبحان الله في أن النبي كان عنده قدرة في حسن البلاغ، عبادة تتعمل بثلاث طرق والنبي يعملها مرة واحدة ويدل بيها على الثلاث طرق وهي بيعملها مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، وده من حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام. وكان طبعا طول فترة حجته يقول للناس في كل موقف: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. واجتمع مع النبي جمع كبير، واحنا قلنا ان سيدنا علي كان في اليمن، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقابله في مكة ونوى على نية النبي. فلما سأله النبي: بما نويت يا علي؟ قال: نويت على نية النبي. قال: هل سقت هديا يا علي؟ قال: نعم. قال: إذن امكس على ما انت عليه. يبقى يمتنع انه يعملها عمرة لانه عنده هدي. سيدنا أبي موسى الأشعري جاء أيضا من اليمن والتقى بالنبي في حجة الوداع ونوى على نية النبي صلى الله عليه وسلم، برضو سيدنا أبي موسى لأنه ما كانش عارف ينوي إفراد ينوي إيه، فنوى على نية النبي. فسيدنا أبي موسى لم يسق معه هدي، فلما وصل والنبي علم أنه ليس معه هدي قال لسيدنا أبي موسى: اجعلها عمرة ثم تمتع بها إلى الحج. واضح؟ فدي خلاصة الأمور. طبعا سيدتنا عائشة بعد ما خلصت الرسول صلى الله عليه وسلم ملاها بتبكي قال: انفضي شعرك واتمي نسكك غير الا تطوفي بالبيت حتى تطوري. يعني انفضي شعرك يعني معلش فرفشي كده وسرحي شعرك واستمري على احرامك حتى تنتهي من عمرك. فلما انتهت سيدتنا عائشة من اعمال الحج ارادت انها تعمل عمره منفرده، فقالت للنبي: كل الناس، تقصد الناس هنا الزوجات، تقصد مين الناس؟ الزوجات الضرائر بتوعهم. كل الناس يعودون بعمره وحجه، واقول انا بحجه واحده يا رسول الله، انا عايز اعمل عمره عشان ابقى زيه منفرده كده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لكمال حسن عشرته قال لسيدنا عبد الرحمن بن ابي بكر اخوها: خذها إلى التنعيم حتى تحرم وتعمل عمر. ومن هنا في التنعيم المسجد سميناه مسجد سيدتنا عائشة، علشان سيدتنا عائشة أحرم، لأن التنعيم أقرب مكان خارج الحرم، خارج الحل، عشان تحرم لابد تخرج من إطار الحرم المكاني عشان تحرم. فأحرمت وعملت عمرتها وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل انصرافه إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم طول حجته طبعا في الحج كان يخطب خطب كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم، يعني خطب خطبة مثلا يوم التروية اللي هو اليوم اللي قبل عرفة عشان يعرف الناس هيعملوا ايه، وخطب خطبة يوم عرفة
في نمرة، وخطب خطبة أيضا يوم النحر، وخطب خطبة في أيام التشريق في من، يعني خطب النبي في الحج كانت كثيرة. والعجيب أن خطب النبي في الحج معظمها كانت تدور حول محور واحد، إلا أن الألفاظ تتفاوت من إيه؟ لكن هي كلها كانت تدور حول خطبة حجة الوداع اللي هو جمعها الفقهاء، وجمعوا خطبة النبي في حجة الوداع في خطبة واحدة. هي تكررت بس بألفاظ متفاوتة ومختلفة في الإيه؟ في المواضع المختلفة. فهنا بيقول إيه؟ ولم يزل صلى الله عليه وآله وسلم سائرا حتى دخل مكة ضحى من الثنية العليا، وهي ثنية كداء، الجهة العليا يعني إيه؟ الشمالية، لأن طبعا المدينة شمال مكة، يبقى النبي لما هيدخل يقول مكة من جهة الشمال لأنه جاي من الشمال. ولما رأى البيت، أول ما يقع عينك على البيت على الكعبة تتوقف التلبية وتشتغل بإيه؟ تشتغل بالدعاء. الدعاء عند أول ما يقع نظرك على الكعبة دعاء مستجاب، تاخد بالك من دي. طب انت كل يوم هتروح وترجع تدخل في كل صلاة تشوف الكعبة، كل مرة ليك دعوة مستجابة كل ما يقع عينك على الكعبة. فعلشان كده لما تروح هناك وربنا يشرفك بهذه الأماكن الشريفة لا تنسى أن تدعو كلما نظرت إلى الكعبة، فالدعاء مستجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شاف الكعبة قال اللهم إيه؟ أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره. يبقى كل واحد اعتمر خد جزء من دعوة النبي اهو. وزد من شرفه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. يبقى كل واحد يروح يعمل عمرة او حيحج خد ثواب دعوة النبي التي تستمر لأمته ليوم القيامة. وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. في الحج التلبية بتستمر حتى بعد رؤية الكعبة، لأن تقف التلبية برمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، وبالتالي ممكن يلبي أثناء الطواف وهو إيه لما بيطوف طواف القدوم، لأن القارن والمفرد أول طواف هيعمله أول ما يوصل مكة يسموه طواف القدوم وهو سنة. يبقى لكن المعتمر الطواف اللي هيعمله اسمه طواف عمرة فريضة، فهمت؟ يبقى طواف القدوم ده للمفرد وللقارن. بعد طواف القدوم له المفرد والقارن ان يقدم سعي الحج، يعني يسعى سعي الحج مقدما، لان السعي كل ما يراد فيه ان يسبقه طواف صحيح. واحنا ننصح كل النساء اللي هم بيحجوا يقدموا سعي الحج، السعي الحج بعد طواف القدوم. ليه؟ لان ممكن يحبسها الحيض بعد فترة، بعد يومين ثلاثة، تقوم تضطر تقعد ايه مستنية عشان تسعى، مستنية تطهر عشان تطوف، لان السعي لا يصلح الا ان يسبقه طواف. عشان كده ننصح كل امرأة في سن الحيض تحج وعملت حج افراد او قران انها تقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، لان انت مخير على فكرة، انت مختار انك تخلص طواف القدوم وتروح تنام شوية تستريح لحد ما يجي يوم 8 وتروح على منى، وممكن تعمل سعي الحج مقدما. كويس. والطواف اللي عمله ده اسمه طواف قدوم. يسقط طواف القدوم على مين؟ اللي جه يوم عرفة. يعني افرض ان انا وصلت مكة يوم عرفة، اول وصولي لمكة كان يوم عرفة، اتأخرت لأي سبب من الأعذار، عذر من الأعذار، يبقى في الحالة دي سقط عني طواف القدوم ومش محتاج حتى هدي، أطلع على منى على عرفة على طول، أطلع على عرفات على طول. يبقى طواف القدوم ده سنة. لكن طواف الحج لسه، طواف الحج اللي هو طواف الركن ما يكونش يجي وقته إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. يبقى طواف الحج هيجي لسه، لكن ده اسمه إيه؟ سعي حج اللي عمله. طب والقارن اسمه سعي حج وسعي عمر في آن واحد كده. يبقى القارن سعيه ده سعي حج وسعي عمر، خلافا للإمام أبو حنيفة يقول لك يسعى للحج ويسعى للعمر، سعيين عند المذهب الأحناف. لكن الراجع عند جمهور الفقهاء إيه؟ إن هو يكفي سعي واحد للحج والعمرة لأنه قرن.
ويكفي طواف واحد للحج والعمرة اللي هو طواف الإفاضة. فهمت؟ يبقى أول ما هيوصل المتمتع طوافه ده اسمه طواف عمرة، وبعديه سعي عمرة، وبعديه يقصر شعره أو يحلق شعره، مخير الرجل بين التقصير والحج. طب وأيهما أفضل ليه؟ قالوا إن المتمتع للحج الأفضل يقصر في العمرة ويجعل الحلق للحج. فهمت؟ بدل ما يحلق وبعد يومين عايز يحلق تاني. الموسي لما يمر على ايه فروة رأسك يومين ورا بعض ممكن ايه يعمل التهابات وحاجات كده. فيبقى الافضل للرجل ان هو لو كان هيبقى متمتع انه يقصر بعد عمرة التمتع ويؤجل الحلق بعد الحج عشان ياخد الثواب، لان ثواب الحج اعلى من ثواب العمرة، وبالتالي يبقى ثواب الحلق للحج اعلى من ثواب العمرة. وهل العمرة ايضا فرض كالحج ولا العمرة سنة؟ اختلف الفقهاء، والراجح انها فرض في العمر مرة للمستطيع. دي العمر، وربنا بيقول اتموا الحج والعمرة لله، وده مذهب الشافعية، قالوا ان العمرة فرض ايه في العمر مرة كالحج، وبعد كده لو كررتها يبقى كل تكرار يبقى ايه نافلة تطوع يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا طول فترة الحج دي يتعرض بقى لأسئلة الناس صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ايه كل واحد يجي له، واحد مثلا يقول له يعني لقى واحد بيقول لبيك اللهم عن شبرمة، واحد اسمه شبرمة، فبيقول له هل حججت عن نفسك؟ بتاع شبرمة ده بيقول له ايه هل حججت عن نفسك؟ قال لا يا رسول الله. قال إذن حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، مش القاعدة كده واخد بقى. يعني النبي علمنا أننا ما حجش لحد بالنيابة إلا لأن يجوز النيابة في الحج والعمرة، لكن لابد أن أكون حججت أو اعتمرت عن نفسي أول، واخد بالك. وبرضو إيه واحدة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه راكب الجمل بتاعه ورا سيدنا الفضل بن العباس، وايه وهو طالع من مزدلفه رايح على منى بعد ايه بعد عرفات، امراه جميله من خثعم، وانت عارف ايه ان حج المراه في كشف وجهها، عرفوا ازاي الروان انها جميله وجهها مكشوف، وسيدنا الفضل بن العباس كان جميل زي القمر راخر. طبعا كل اسره النبي جمال، النبي اجمل الخلق، وده ابن عمه فلازم ينوبه من الجمال قسط وافر. سيدنا الفضل بقى ايه المرأة بتسأل النبي وعينها على الفضل، والنبي بيجاوب المرأة والفضل عينه على المرأة، والاتنين شباب. النبي بقى ايه من رحمته بالناس فعمل ايه ام ايه لوى رأس الفضل واجابه. كانت بتسأله تقول له ايه المرأة اللي من خثعم، قالت ان فريضة الحج يا رسول الله ادركت ابي ولا يثبت على الدابة، يعني رجل عجوز لا يثبت على الدابة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. يبقى يجوز نيابة المرأة للرجل كمان، مش الرجل يحج عن رجل والمرأة عن المرأة، لا. كل الأحكام دي على فكرة عرفناها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي انبنى عليها إيه أحكام كثيرة اللي الناس تحج عليها ليوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا حتى العباس شايف سيدنا رسول الله بيلوي رقبة ابنه الفضل والعم، قال له يا رسول الله لويت عنق ابن عمك؟ قال خفت عليه ينظر اليها وتنظر اليه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى شوف البساطه واللطافه في تنفيذ الاحكام الشرعيه مع مراعاه الادب، مش يقول له ايه ده انت بتبص لها ما يصحش وكده وضلاله وفي النار والكلام بتاع العصبيه دي، ما تلاقيهاش عند نبينا صلى الله عليه وسلم. عنده الادب في حسن البلاغ، وعنده ايه الحنان في تبليغ الاحكام صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم ايه حج طبعا ايه، لما نحكي قصه الحج كلها كده هتاخد وقت طويل، لكن احنا ممكن نقول باختصار اعمال كل يوم علشان نعرف. احنا عندنا اول ما بيوصل بيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ان كان قارنا او مفردا، ثم ينتظر في مكة لحد يوم 8 ذو الحجة اللي بيسموه يوم التروية. يوم التروية ليه؟ لانه بينقلوا المية من مكة لمنى عشان يسقوا الناس في منى ايام التشريق عشان يروهم، فسموه ايه التروية.
لان قاعدين بينقلوا الميه يجمعوها هناك. فيوم 8 الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما يصلي الصبح كويس في الحرم في مكه وتطلع الشمس، اللي كان متمتع يعني عامل عمره هيغتسل غسل الاحرام ويحرم من باب بيته في مكه، والمفرد والقارن ما زالوا محرمين، يقوموا ينطلقوا جميعا الى منى. والانطلاق لمنى يوم التروية اللي تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر عرفة، كل ده بيبقى في منى، ده سنة كويس، يعني حتى لو فاتك لا شيء فيه، خصوصا الوقت ان بقى كثير من الحجاج يطلعوا يوم 8 على عرفة ويباتوا في عرفة. ليه؟ لان الحج الوقت بقى بالملايين، لو كل الناس هتروح على منى وتيجي الملايين دي كلها عايزة بعد فجر يوم عرفة تتوجه من منى لعرفة، هتضيق بهم الشوارع بحيث آخر فوق هيوصل يوصل عرفة يمكن بعد طلوع الشمس، بعد غروب الشمس أو بعد الفجر. فبقى تيسيرا على الناس لكثرة عدد الحجاج، معظم اللي بيفوجوا الحجاج والمطوفين بيعملوا إيه؟ يطلعوا الناس كلهم على عرفات يوم التروية. وإحنا ننصح إنك لا تترك الفوج بتاعك وتقول أصل النبي صلى الله عليه وسلم راح منى يوم التروية، لأنك ممكن تاني يوم ما تلاقيش مواصلات وتتأخر وتمشي في الشمس ويجي لك ضربة شمس، وبعدين في الآخر ما تعرفش تكمل الحج وتعيد. امشي مع كل ما يبقى في أمر فيه تيسير امشي مع التيسير، وما فيش داعي إنك أنت إيه تشدد على نفسك، لأن الأمر واسع والحمد لله. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم، انا بقول لك اللي عمله النبي، لكن مش شرط انك انت تعمل بالظبط، لان ايه الاحوال بتتغير بسبب كثره الزحام بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لان كل اللي كانوا بيحجوا مع النبي كان ايه عددهم حوالي 124,000، اقصى ناس جمعوهم قال لك 140,000، لكن هم كانوا في الغالب 124,000، يعني ما يجوش مخيم من مخيمات منه بتوع اليومين دول. لكن على اي حال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بعد ذلك صبيحة يوم عرفة من منى ماشيا على الحجاج، ماشيين على أقدامهم والنبي على ناقته القصواء علشان يبقى ظاهر والناس تشوفه وهو ماشي يقوموا يهتموا به، لحد ما وصل. طبعا وانت طالع من منى هتمر الأول على على مزدلفة، وبعد مزدلفة تمر على عرفات، فهمت؟ وانت مدي ظهرك لمكة وماشي بقى. كان في الجاهلية قريش ومن تحمسوا معهم يسموهم الحمص اللي هم من أهل الحرم، يقول لك احنا ما نقفش في عرفة لأن عرفة خارج الحرم، احنا بنقف فين؟ بنقف في مزدلفة، ما كانوش يقفوا في عرفات. فالرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا ماشيين معاه بيقولوا يا ترى هو هيقف في مزدلفة ولا هيكمل، لكن ساكتين. ليه ساكتين؟ لأن النبي له هيبة، مش كل واحد يقعد يسأل مقدما، انت ماشي وخلاص زي ما النبي يعمل هيعمل. فلقوا ان هو انطلق ووصل الى مزدلفة ثم تركها منطلقا الى عرفات، حتى وصل الى وادي عرنة اللي هو اللي هناك. وادي عرنة ده يعتبر خارج عرفة، خارج عرفة على مشارفة، عملوا له قبة هناك حتى يأتي وقت صلاة الظهر والعصر، فصلى خطب خطبة الحج، وبعدين صلى بعد الخطبة الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، ثم ركب ناقته إلى عرفات اللي هي يعني اللي يقعد في وادي عرنة ده طول المدة ويرجع ما حجش، لأن دي مش من عرفة. وبنوا هناك مسجد نمرة، مسجد نمرة الآن لما وسعوه الجزء الخلفي من المسجد داخل عرفة، الجزء الخلفي خالص، لكن الجزء الامامي اللي قرب القبله ده بعيد عن عرفه. فلان في احنا بننبه ليه؟ لان بعض الحجاج اللي ما يفهموش الاحكام دي يقول لك المسجد بقى ظل وكويس خلاني قاعد فيه لحد المغرب، واخد بالك، ويقعد يدعي ربنا بقى. لا، لازم يدخل عرفات، لابد انه يحضر عرفات. فمكث النبي بعد ذلك في عرفات، ووقف على ناقته على سفح جبل الرحمه هناك عند الصخرات، لم يصعد الجبل، لكن الحجاج بتوع اليومين دول بيحب يصعد الجبل، وشفنا ناس اتكسروا. طب وليه تكسر رجلك وفي الاخر ما تعرفش وتقضي بقيه الموسم بتاعت الحج في المستشفى؟
مفيش داعي، مش من السنة انك تصعد الايه الصخرات، واقف تحت على سفح الجبل. واي عرفة، اي موضع في عرفة يجوز، مش شرط انك انت تروح كمان. النبي يقول وقفت هنا وعرفة كلها موقف، صلى الله عليه وسلم. جاء العصر، يعني جاء وقته، المغرب قرب جدا، والنبي واقف قاعد يدعي وما شافوش اكل ولا شرب منذ الصباح. فبقوا الصحابة بيقولوا هل النبي صايم ولا مش صايم، مش عارفين. فقامت امنا ستنا ام الفضل ام سيدنا عبد الله بن عباس اللي هي اخت سيدتنا ميمونة ام المؤمنين، طبعا العباس كان مسؤول عن السقاية وهي زوجته، فقالت لهم ايه، خدوا القدح ده فيه لبن ادوه للنبي، لو شربوا يبقى مش صايم، لو ما شربوش يبقى صايم. فخدوا الايه القدح واعطوه للنبي صلى الله عليه وسلم فشربه، فعرفوا ان النبي لم يكن صائما، لانه يكره ان يصوم الحج في عرفة. ليه؟ لان الصيام قد يضعفه عن العبادة والدعاء والابتهال، وخير الدعاء في عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. ولا تضيع وقتك بقى في عرفات في أكل إيه المشويات ومش عارف إيه. الوقت الحجاج المترفين تلاقي قاعدين هناك يأكلوا جلاتي ويأكلوا مشويات ويأكلوا مكسرات. طب ما أنت الحاجات دي معاك عندك في بلدك، يعني ما حبكش النهاردة يعني تأكل مكسرات وحلوى؟ اقعد ادعي ربك وعيش حياة المسلمين العادية. لا، ده هو عايز يبقى حياته زي ما قاعد في القصور الفاخرة، يبقى برضه في عرفات. فيعني الطرف الزائد ده مش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو شوف ساق 63 جمل وكملهم له 100 سيدنا علي، يعني 100 جمل ساقهم النبي وذبحهم، وحط له قطعة قطيفة ركب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الجمل بتاعه ب4 دراهم، يعني حاجة رخيصة. وقال لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالنبي كان أزهد الخلق وأغنى الخلق في العبادات. طب هات لي أنت واحد من اللي بيحجوا الحج المترف ده ويذبح له 100 جمل، طب 10 جمال، طب جمل واحد، ده بيدور له على شاة مسلولة وفي الآخر يقول لك أنا قدمت هدي، واخد بالك إزاي؟ ولما يقولوا له ده وصلت 700 غالية قوي، هو لكن مش غالي قوي الجيلاتي والمشويات ولا. طريقة يعني ايه، لازم نرجع لسنة النبي ونبطل التكلف. النبي لم يكن من المتكلفين، والرسول كان يقول لنا اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. فخلي يوم عرفة ده كل انشغالك توجه الى الله، مش انشغالك حكل ايه واشرب ايه واقعد ايه وضلت ايه، ويقعدوا يتخانقوا على الضلة وعلى الكرسي وعلى بتاع، ما يصحش. شفنا الحاجات دي للأسف، الواحد بيتأسف من مثل هذه الاشياء، لان قد لا يكون لك مرة اخرى في حياتك تحج تاني، دي يمكن فرصتك الاخيرة. فالواحد لازم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول في الدعاء لنفسه ولأمته ولمن يأتي من أمته اليوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وكان واقفا على ناقته طول المدة عشان الناس تشوفه صلى الله عليه وسلم. فضل على هذه الحالة لحد ايه ما غربت الشمس. يبقى الوقوف في عرفة يبدأ وقته بعد دخول وقت الظهر إلى طلوع فجر يوم النحر، كل ده وقوف في عرفة. والأكمل إنك أنت تحضر جزء من الليل وجزء من النهار. الأكمل تحضر جزء من الليل وجزء من النهار، يعني تحضر قبل غروب الشمس وتنتظر حتى تغرب الشمس، ثم بعد ذلك تنصرف إلى مزدلفة، ولا تصلي المغرب حتى تأتي مزدلفة تنويها جمع تأخير، وتصليها في مزدلفة مع العشاء جمع تأخير، وتقصر العشاء ركعتين. يبقى طب افرض وصلت أنت عرفة قبل طلوع الفجر لأنك تأخرت في المواصلات أو أي شيء عوائق، صح حجك. طالما أدركت عرفات قبل طلوع الفجر يوم النحر صح حجك، ويستحب أنك أنت تقدم هدية لعدم جمعك بين الليل والنهار فقط، لكن الحج صح. واضح؟ يبقى بعد ما يطلع على مزدلفة يصلي المغرب والعشاء ويتعشى ولا يأكل لقمة وينام يستريح، ويصحى لصلاة الفجر، يصلي الفجر في أول الوقت. الرسول كان صلى الفجر، احنا العادة اننا بنأذن الفجر ونقعد لنا تلت ساعة ولا نص ساعة على ما نقيم الصلاة على ما الناس تجتمع. لا، يوم النحر بقى في الحج الرسول بمجرد ما أذن الأذان صلى ركعتين خفيفتين السنة وأقاموا الصلاة على طول. درجه بعض الصحابة ظنوا انه صلى قبل وقته، لكن لا، هي قبل وقته المعتاد عنده، لأن المعتاد كان بينتهي أخر شوية.
ليه بقى؟ علشان يذكر ربه حتى قبل طلوع الشمس، اول ما يحصل اسفار. اسفار يعني ايه؟ يعني الشمس تضيء، السماء تضيء قبل طلوع الشمس، يسموه الاسفار. ينصرف من مزدلفة الى منى. كويس، كانت عادة الجاهلية، في حج الجاهلية كانوا يستنوا بعد ما تطلع الشمس ويفضلوا قاعدين يقولوا اشرق سبير، سبير ده الجبل اللي هناك في مزدلفة. لكن النبي غير هذه العادات وضبط السنن بعد ذلك، وأباح في ليلة المزدلفة اللي هم إيه اللي بيقوموا برعاية الحجاج زي السقاة، واللي بيقوم على الضعفاء زي النساء، إن هم بعد منتصف الليل ينصرفوا إلى منى قبل إيه زحام الناس. يبقى يجوز إنك أنت بعد منتصف الليل لو كانت معاك والدتك مثلا ولا والدك وراجل كبير، إنك أنت تنصرف بعد منتصف الليل عشان توصل منى قبل الزحام، ترمي رمية الجمرات وتذهب تطوف طواف الإفاضة والناس لسه بايتين هناك إيه ومشغولين، بحيث تلحق تعملها قبل الزحام حتى لا يحتمك الزحام إذا كنت ضعيفا أو معك واحد ترعى من الضعفاء، إما أم أو جدة أو أب أو شيء من هذا. يبقى النبي أجاز ورخص لإيه؟ لأمته. لكن أهل العزائم والشباب، صحيح الأفضل إن هو يصلي الفجر في مزدلفة وبعدين يقعد يذكر الله لحد ما يحصل إسفار، يعني يدوب الشمس السماء تنور قبل ما الشمس تطلع، يبتدي يتوجه إلى منى. أول ما يوصل منى يعمل إيه؟ يرمي جمرة العقبة، 7 جمرات، الجمرة الكبرى، ويجعل مكة على إيه؟ على يساره، ويجعل منى على يمينه، واخد بالك، ويرمي جمرة العقبة الكبرى. ثم بعد ذلك يعمل إيه؟ ينحر الهدي إن كان عنده هدي، ويحلق رأسه، وبعدين بعد كده يذهب لطواف الإفاضة إيه اللي هو طواف الحج. وإن كان وحيبة بالنسبة للقارن طواف حج وطواف عمرة في آن واحد بالنسبة للقارن، واخد بالك، وبالنسبة للمفرد طواف حج، وبالنسبة للمتمتع برضه طواف حج، واضح. وإذا كان قدم سعي الحج بعد طواف القدوم يبقى معلوش السعي، خلاص خلص، فهمت؟ ينصرف إلى منى عشان يبيت فيها، يرمي الجمرات بقى في الأيام الباقية، وينتهي الحج برمي الجمرات في أيام التشريق. ولك أن تؤخر طواف الإفاضة لو في زحام شديد، واخد بالك، ولا حد له، إن شاء الله تعمله بعد 10 أيام. بس الفكرة بقى إيه؟ إنك لو أخرته هيبقى الإحلال بتاعك تحلل أصغر. يعني إيه؟ يعني لما ترمي جمرة العقبة الكبرى وتحلق في يوم النحر تتحلل لك أن تلبس ثيابك، لكن يحل لك كل شيء من أحضار الإحرام إلا النساء. إذا كانت زوجتك معاك لا يجوز الجماع، اسمه تحلل إيه؟ أصغر، حتى تطوف طواف الإفاضة. فإذا طفت طواف الإفاضة تحللت كاملا، تحلل كامل. فاللي هيأخر طواف الإفاضة يبقى لا يقرب زوجته إيه لحد ما يطوف طواف، لك أن تؤخره. وبعض الناس بيؤخروه حتى يجمعوا مع طواف الوداع كمان في طواف واحد بسبب الزحام الآن. لكن السنة على أي حال تعمله يوم النحر، وترجع تبيت في منى، ترمي الجمرات الثلاثة تاني يوم، كل جمرة 7 أحجار، وبعدين اليوم الثاني، وبعدين الثالث. النبي تأخر في حجة الوداع، النبي قعد 3 أيام التشريق كاملين، لم يتعجل النبي في حجة الوداع، لأن يجوز لك التعجل، يعني بعد يومين من أيام التشريق تنصرف بعد ما ترمي الجمار، ويجوز لك اللي هي ايه، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. لكن النبي عمل ايه؟ النبي ايه؟ لم يتعجل، وايه؟ وجلس 3 ايام التشريق حتى انتهى حجه. ويبقى بعد كده الحج عليه حاجه واحده يعملها، ايه؟ طواف الوداع قبل ان يسافر بقى، قبل ان ينصرف يطوف طواف الوداع. ده باختصار كده قصه الحج ايه التي سوف يحجها الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا حج بيته الحرام. فهنا بيقول لك إيه؟ ثم طاف بالبيت سبعا، يبقى بالنسبة للنبي كان طواف قدوم. ثم طاف بالبيت سبعا واستلم الحجر الأسود. استلمه الحجر الأسود، فيه 3 سنن للحجر الأسود، إنك أنت تستلم بيدك وتسجد عليه بجباتك وتقبله بفمك، يبقى 3 سنن متعلقة بالحجر الأسود. طب انا مش هستطيع، الدنيا زحام ما يجراش حاجه، تشاور بحاجه وبعدين تقبلها وتجيبها على جبهتك.
كأنك انت ايه بالإشارة يعني بالريموت كنترول كده، تيجي إشارة تطلع من إيدك أو من الحجر اللي شاورت تروح موقعة في الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود ده هيجي يوم القيامة يشهد على كل من استلمه. فهمت بقى؟ يشهد لكل من استلمه. ده زي ما تقول دفتر توقيع بتاع إيه، كبار الزوار لبيت الله الحرام. تروح توقع هناك عشان تبقى أنت زرت. فهمت؟ فإن لم تستطع التوقيع بالمباشرة فبالإشارة يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الإشارة تكون للنساء ايه من باب اولى، زكاة الرجال بيشيروا، لكن الوقت للاسف بسبب جهل بعض النساء يروحوا يتزحموا في وسط الرجال علشان ايه يستلموا الحجر. نبطل حكاية التزاحم ده، واذا كنت قوي البنية برضو ممنوع تتزاحم حتى لا تؤذي الاخرين، واخد بالك؟ يبقى ممنوع حكاية التزاحم والامر ميسر، مجرد تشاور بسواك او تشاور حتى بصباعك وتقبله وتضعه على جبهتك وتقول بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء لعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين ممكن تقول نويت طواف القدوم، أو تقول طواف العمرة، أو طواف الإفاضة تلفظا، ويجوز استحضارها بالقلب. وبعدين تبدأ بالطواف جاعلا البيت على يسارك، تجعل البيت على يسارك، ما تمشيش عكس اتجاه الطواف بقى، تمشي مع إيه طائفي. 7 مرات، كل ما تمر على على الحجر تعمل نفس اللي عملته في كل مرة، تحاول تستلمه أو تشير إليه وتقول نفس الدعاء وهكذا. الحجر الركن اليماني اللي هو الركن اللي قبل الحجر، النبي كان يستلمه فقط ولا يقبله، فقط يستلمه بإيده، واضح؟ ولا يستلم باقي الأركان. باقي الأركان كان لأنها ليست على قواعد سيدنا إبراهيم، ليست على قواعد سيدنا إبراهيم، لو كانت على قواعد سيدنا إبراهيم لاستلم الأركان الأربعة صلى الله عليه وسلم. طب وليه زود السنن في ركن الحجر؟ لأنه فيه فضيلة زائدة وجود الحجر فيه، لكن السنة في الركن اليماني أنه يستلم لأنه على قواعد سيدنا إبراهيم بس وليس فيه الحجر. يبقى كلما زادت الفضائل زادت السنن المتعلقة به. هكذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم ايه 7 مرات. يسن طبعا للرجل الهروله ان هو، او يسموه الرمل، انه ويتضبع. يتضبع يعني ايه؟ يعني يكشف كتفه اليمين، يكشف الكتف اليمين وايه ويرمل يعني بسرعه كده كانه بيجري ويهز اكتافه في الـ3 اشواط الاولى من الطواف. وهذه سنه رجالي، ليست النساء تهرول، ليس لها هروله ولا رمل، واخد بالك؟ طب فاتك انت بسبب الزحمه الرمل ده علشان الزحام منعك، لا يضر. طيب افرض عملت الـ3 اشواط الاولى وكانت زحمه ما رملتش، هل ممكن ارمل في 3 من بعد كده؟ قال لك لا، طالما فات وقتها لا تقديم. خد بالك يعني، خلاص لو فاتك في اول الـ3 يبقى خلاص فاتك الرمل ولا داعي انك انت ترمل. والرمل يكون في كل جوانب الكعبة ما عدا ما بين الركن اليماني وركن الحجر، تمشي عشان تستريح شوية، واخد بالك؟ كل دي سنن. بعد ما بتطوف بالطواف 7 يسن انك انت تشرب من زمزم. النبي لم يدخل الكعبة في حجة الوداع، دخل الكعبة في فتح مكة، لكن في حجة الوداع لم يدخل الكعبة من الداخل. وكمان يسن انك انت تقف عند الملتزم، الملتزم ده اللي هو الجزء المساحه في الكعبه اللي بين باب الكعبه وبين ركن الحجر، الجزء اللي يسموه الملتزم، الدعاء فيه مستجاب، والدعاء مستجاب عند ايه اثناء الطواف وعند الميزاب، واخد بالك؟ وفي كل هذه الاحوال الدعاء مستجاب، فالانسان عليه ان يعني يجمل في الطلب ويشرك المسلمين معه في دعائه. ثم طاف بالبيت 7 واستلم الحجر الأسود وصلى 2 ركعتين عند مقام إبراهيم، اللي يسموها إيه؟ 2 ركعتي سنة الطواف. كل 7 أشواط للطواف ليها 2 ركعتين سنة الطواف. ثم شرب من ماء زمزم، شرب واقفا. ليه؟ لأن الزحام منعه أن يشرب قاعدا. النبي كان ينهى عن الشرب واقفا، إلا أنه يجوز الشرب واقفا إذا كان لا يوجد مكان يسع الجلوس، فالنبي شرب زمزم واقفا في أثناء حجه. ثم سعى بين الصفا والمروة 7 راكبا على راحلته. يبقى النبي قدم سعي الحج، قدمه على طول بعد طواف القدوم. وكان إذا صعد الصفا يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
عارف انت تكبيرات العيد اللي احنا بنقولها في العيد، يسن انك انت تقولها على الصفا والمروه اثناء السعي، تكررها ثلاثا وتدعو ما شئت. كل ما تيجي عند الصفا تقولهم تكبيرات العيد وتنيها بالصلاه على النبي والدعاء، ثم بعد ذلك تبدا في الاشواط بتاعك. توصل المروه تقول نفس الحكايه، تكبيرات العيد 3 مرات والصلاه على النبي والدعاء، ثم بعد ذلك تشرب. يبقى هتعمل 7 اشواط، تبدا بالصفا. النبي قال ابدا بما بدا به الله، لان ربنا بيقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، فبدا بالصفا وانتهى في السابع عند المروه. وفي الثامن من ذي الحجه توجه الى منى فبات بها، اللي هو يوم الترويه بقى. هنا بقى ايه، اراد يجيب لك نص خطبه الوداع اللي هو خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، لان النبي خطب في عرفات وخطب كمان في جمع في مزدلفه وخطب في منى يوم النحر، فخطب كذا خطبه. خطب النبي لما جمعوها في الحج في المواضع المختلفه لقوها مواضعها كلها تقريبا مواضيع متقاربه، هي هي ولكن تتفاوت الالفاظ، فاكتفى هنا المصنف بانه جاب لك خطبه حجه الوداع اللي هي في عرفات على اساس نموذج لما قاله النبي، لانها بتلخص كل احكام الاسلام بفصاحه النبي المعتاده الذي اوتي فيها جوامع الكلم. خطبة الوداع. وفي التاسع منه، يعني من ذي الحجة، التاسع من ذي الحجة اللي هو ايه، اللي هو يوم عرفة، توجه الى عرفة وهناك خطب خطبته الشريفة التي بيّن فيها الدين كله، أسه وفرعه. أسه يعني أصل أصوله وفروعه، وهك نصها. طبعا خطبها امتى؟ خطبها ايه، في مسجد نمرة، عند موضع نمرة، قبل الصلاة. يبقى خطبة الحج تكون قبل الصلاة زي خطبة الجمعة، قبل الصلاة كده، بخلاف خطبة العيد بتبقى بعد الصلاة. وهذا نصها، قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المقدمة الجميلة دي اللي احنا كلنا حتى ايه بنستعملها في مقدمة خطب ايه الجمعة وخطبة العيد وخطبة الكسوف والخسوف وهكذا. تبدأ بحمد الله ثم الشهادتين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته. تقوى الله اللي هو خشيته ومراقبته والحرص على إيه تنفيذ أوامره والبعد عن نواهيه، دي تقوى الله. وأحثكم على طاعته يعني الاجتهاد في طاعة الله. وأحثكم يعني اجتهدوا في طاعة الله. وأستفتح بالذي هو خير، اللي هو إيه، حمد الله. استفتح بحمد الله. أما بعد، أما بعد دي إيه يسموها إيه، فصل الخطاب، كأنه بيفصل بين المقدمة وبين موضوع الخطبة بقى. أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. كل كلمة بيقولها النبي على فكرة بتلاقي ليها واقع واضح، وده بالفعل، وكان فعلا ده كان آخر لقاء للنبي، لأنه ما جالوش موسم حجة صلى الله عليه وسلم. فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. طبعا في زيادات في روايات أخرى، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فيها زيادات في روايات أخرى، ما أنا قلت لك أنها تكرر الخطبة في مواضع مختلفة. ففي موضع قال أموالكم وإيه ودماءكم، وفي موضع تاني قال إيه أضاف إليها وأعرضكم. يبقى إيه؟ يبقى بتختلف وتتفاوت تفاصيل الخطبة من موضع لموضع. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليه. ليه؟ لأن أموال المسلمين حرام على بعضهم البعض، إن أنا آخد أموال غيري، يبقى لو عندك أمانة لازم تؤديها.
لحرمة المال. أما الدماء فإياك أن تجرح مسلم بغير حق، إياك أن تجرح مسلم بغير حق، ولو كان هذا المسلم ابنك اللي بتربيه، لأن في ناس ساعات يقصوا في ضرب أبنائه لدرجة أن يجرحهم، حرام كده، وقعت في الحرمة. فالتأديب ليس تعذيب، فهمت؟ التأديب، في بعض النساء حتى تيجي تأدب أبنائها تروح إيه كوياه وتحرقه وتعمله، تقول لك علشان عايز أعلمه. تعلمي إيه؟ ده شغل توحش. يطلع الولد بعد كده قاسي وما عندوش أي انتماء حتى لأمه ولا لأبيه بسبب القسوة التي وجدها. يبقى دماء حرام، يعني معناه لا تجرح مسلم أبدا بغير حق. هذا المسلم أيا كان، صغير كبير، أنت متسلط عليه غير متسلط، إياك تجرح مسلم متعمد، يعني لأنه ممكن يحصل الجرح إيه عفوي خطأ، ولو حصل خطأ تضمنه كمان، تضمن انك تعالجه له وتديله القرش المقدر عليه. فهمت ازاي؟ وانا بقول لك ممنوع تجرح مسلم بغير حق، ليه؟ عشان اخرج الجراحين، لان الجراحين قاعدين طول النهار بيجرحوا المسلمين بس بالبنج ويعملوا لهم عمليات، بس هنا الحق ايه؟ انه العلاج، الغرض العلاج، الغرض النصيحه. فهمت؟ عشان كده بغير حق دي مهمه، واخد بالك؟ نخرج الجراحين والحلاقين، الحلاق ساعات هو بيحلق لك كده يجرحك ومش قاصد، واخد بالك؟ فيبقى نخرج برضو الحلاق ونخرج الجراح ونخرج كمان ايه اللي بيقيم الحدود على المسلمين، لان اللي بيقيم الحدود على المسلمين قد يأمر بايه؟ بقتل مسلم لانه قتل متعمدا. القتل العمد ايه يعني؟ عقوبته ايه؟ القتل. والجرح قصاص، لو جرح انسان متعمدا القاضي له ان يأمر بجرحه، يبقى في حاجة اسمها جرح بحق وجرح بغير حق. يبقى لا يجوز الجرح بغير حق، ولا يجوز الإيلام بغير ضرورة. كل دي لا يجوز، بمعنى حرام إياك أن تؤلم إنسان بغير ضرورة. بغير ضرورة إيه؟ لضرورة العلاج. ممكن العلاج تؤلم الإنسان أحيانا بس لضرورة العلاج، إنما غير كده إياك أن تؤلم أحد. يبقى إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، والرواية الثانية وأعراضكم كمان. إياك أن تعتدي على أعراض المسلمين، وإياك أن تنزل لعورات المسلمين، وإياك أن تقع في الزنا، وإياك أن تقع في ما يقع فيه أهل الفواحش. إياك إياك، لأن ده اعتداء على حرمة شديدة، لأن النبي بيقول إن حرمة هذه الأشياء كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. شوف ثلاث حرمات متركبة فوق بعضها، حتى إنه لما نظر للكعبة قال إن حرمتك عند الله عظيمة وحرمة المسلم عند الله إيه أشد. إن ربا الجاهلية موضوع، لانه كان الجاهليه بيتعاملوا بالربا، ربا النسيئه وربا الفضل وربا اليد، انواع الربا المختلفه. ان ربا الجاهليه موضوع، وان اول ربا ابدا به ربا عم العباس ابن عبد المطلب. العباس كان تاجر وكان بيتاجر بالربا، لكن ايه؟ وكان ليه اموال كتيره عقود ربويه قبل تحريم الربا على انها تؤدى ليه في بعدين. فالنبي قال ايه؟ ان اضع ربا العباس، يعني ايه؟ كل دين للعباس ياتيه كما أخذ منه بغير زيادة، بغير زيادة، واخد بالك؟ فلكم رؤوس أموالكم نفسها، يعني بلا زيادة، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تقل رأس الأموال ولا يزيد، آدي معناه. إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عم العباس بن عبد المطلب. يبقى لما يحصل نهي أول منتهي هو الناهي نفسه. النبي كان لا يتعامل بالربا اصلا حتى في الجاهليه والاسلام، ده من كمال توفيق الله له، لكن الربا ما كانش محرمه لسه، ما كانش، لان لا تحريم الا بتشريع. العباس كان بيتعامل زي بقيه اهل، فالنبي بدا بنفسه، نفسه هنا في صوره عمه، فهمت؟ يبقى ابدا بنفسك اولا، أبدأ به، وإن أول ربا أبدأ به ربا عم العباس بن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة، يعني أي قتل حصل في الجاهلية ما تجيش تاخد طاره في الإسلام، خلاص الإسلام يهدم ما كان قبله، مش هنفضل بقى ناخد في طار بعضنا إلى ما لا نهاية. فهم؟ كل دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أبدأ به دم عامر ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب. عامر بن ربيعة ده كان مستردعا في قبيلة من قبائل العرب، قيل قبيلة الليث وقيل قبيلة بني سعيد، المهم تبع هزيل،
قبيلة من قبائل هزيل، فقتلوه هناك وهو طفل لسه بيرضع. فالرسول صلى الله عليه وسلم برضه بيبدأ بالدماء، ايه، ابن عمه، يعني بيبدأ برضه بنفسه. يعني تملي كده لما تيجي تعظ الناس لازم تبدأ بنفسك. وقال ايه؟ إن دماء الجاهلية موضوع، وأول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث. الحارث ده ابن عبد المطلب، يعني ابن عم النبي. الحارث ده يبقى عم النبي على طول. وإن مآثر الجاهلية موضوع، يعني كل المناصب اللي كانوا بياخدها بعض القبائل في الجاهلية موضوع. المناصب بعد كده النبي هو اللي هينصب الناس، ده يبقى امير ده وده يبقى مسؤول عن ده، يبقى التنصيب هيبقى من النبي بقى، الا منصبين بس هيظلوا كما هم، اللي هم السدانه والسقايه. سدانه الكعبه يعني مفتاح الكعبه، واخد بالك، سابوا عند بني شيبه، والسقايه جعلها عند العباس زي ما هو، دول استثناهم. وان مآثر الجاهليه موضوعه غير السدانه والسقايه. ثم دخل في موضوع تاني، كل حاجة كل فقرة في الخطبة موضوع جديد كبير. قال: والعمد قود. العمد قود، العمد يعني ايه؟ انك انت تتعمد قتل انسان. يقول لك مع شبه الاصرار، مع سبق الاصرار والترصد، مش يقولوا كده للقضاء؟ يعني يبقى متعمد القتل او متعمد الجرح، فهمت ازاي؟ ده اسمه العمد. يبقى العمد ده حكمه ايه؟ قود. قود يعني ايه؟ يعني قصاص، يعني اي واحد يتعمد ايذاء الاخر يقتص منه طالما في عمد. والعمد قود، يبقى معناه النفس بالنفس والجرح بالجرح، واخد بالك، او يدفع ثمن الجرح، لكل جرح ثمن النبي يحددها، اثمان الجروح دي، اللي يكسر لواحد سنه يدي له 5 جمال، اللي يقطع لواحد صباع يدي له 5 جمال، واخد 10 جمال، الصباع سواء كان صباع رجل او صباع ايد، كل حاجه متحدده، واخد بالك ازاي؟ حددها النبي. حتى سيدنا علي لما ذهب لليمن عشان يبقى قاضي، النبي ملاه ايه؟ القرش الجروح، وكتبها في صحيفه وضعها في غمد سيفه. عشان كده سيدنا علي لما سألوه بعد كده وهو في الكوفة أمير للمؤمنين، من شدة فصاحته قالوا: ده الظاهر النبي خصه بعلم ما خصش بيه بقية الناس. فقالوا: هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: لم يخصنا بشيء إلا فهم يؤتاه الرجل في كتاب الله وهذه الصحيفة اللي هو كاتب فيها الأحكام والأشياء دي كلها. على أي حال نقف، لأن خطبة الوداع تحتاج إلى شرح، نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله في المجلس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.